السادة الحضور، والآن مع كلمة الخريجين تلقيها الخريجة حسناء الأشقر شعبة الإحصاء. السيد الأستاذ الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس الجامعة، السيد الأستاذ الدكتور مدثر طه أبو الخير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، السيد الأستاذ الدكتور طارق عبد المنعم فايد عميد الكلية، السيد الأستاذ الدكتور أحمد عبد العظيم السباعي وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، السيدات والسادة الحضور، الأخوة والأخوات خريجي دفعة عام 2015 الدفعة 43، باسم المرحوم السيد الأستاذ الدكتور محمد أحمد حمود، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على معلم البشرية النبي الأمي، ورضي الله عن أصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. نيابة عن إخواني الخريجين والخريجات، يشرفني أيها الحضور الكريم أن أقف بين أيديكم اليوم معتزة وفخورة بأنني أحد حصاد هذا الصرح الشامخ كلية العلوم جامعة طنطا، التي تعلمنا منها وفيها كل نفيس وغالي. في هذا اليوم الأغر من أيام كليتنا المعطاءة، وفي يوم من أيام الحصاد لمنغرس، وبعد أن قضينا 4 سنوات دراسية حافلة بين ردهات هذا الصرح التعليمي الشامخ، تقف لغة الضاد عاجزة عن التعبير عن المعاني الكبيرة لهذا اليوم، حيث نلتقي معا لنرسم خطوط الفرحة وننتقي من لغتنا بعضا من أجمل معانيها نلقيها وفاء منا. فالشكر أجزله والثناء أكمله، فحي الله مقدمكم الذي أضاف إلى فرحتنا بالتخرج فرحة أخرى، وإني لأجدها فرصة عظيمة ومناسبة لأقول لأساتذتي: لو أن الشكر يعبر لمثلكم بالقوافي لانتهت قبل أن ينتهي مثلكم، ولو أن العرفان يخط بالأقلام لشخصكم لجفت خجلا قبل أن تكتب اسمكم، ولكن يكفينا أن توحدت غاياتنا لنسلك الدرب نفسه يدا بيد، وها هو تاج العلم توجنا به اليوم، هذا التاج الذي نسجت خيوطه من فكركم وعطائكم وعلمكم لنصل إلى ما وصلنا إليه. وإننا لنعدكم أننا سنواصل طلبنا للعلم، وسنبقى سائرين على الطريق الذي خططتموه لنا. أيها الحفل الكريم، إنا وإن كنا نشعر بعظيم الفرح لتخرجنا، فإنه لفرح قد امتزج بغصة على فراق هذا الصرح التعليمي الذي درسنا فيه ونهلنا من معين العلم في أروقته. وعذاؤنا أن القلوب مجتمعة بالمحبة وإن تفرقت الأبدان في دروب الحياة المختلفة. وشكرا. الجامع الكريم الجامع الكريم، سمحتوا لي، كلية العلوم ترحب بابنها البار خريج كلية العلوم الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الوهاب سالم نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث. كما نرحب بأخي وأستاذي الأستاذ الدكتور عاطف وير نقيب العلميين.
والآن مع كلمة الأستاذ الدكتور أحمد عبد العظيم السباعي وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يشرفنا بحضور حفلنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس جامعة طنطا، سعادة الأستاذ الدكتور مدثر طه أبو الخير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، سعادة الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الوهاب سالم نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، السيد الأستاذ الدكتور طارق عبد المنعم فايد عميد الكلية، الزميل العزيز الأستاذ الدكتور عاطف نوير وكيل الكلية السابق لشؤون التعليم والطلاب ونقيب العلميين بمنطقة الدلتا، السادة عمداء ووكلاء الكليات، أساتذتي وزملائي الأعزاء من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، السيدات والسادة أولياء أمور الخريجين، أبنائي وبناتي خريجي دفعة 2015 الدفعة رقم 43 بكلية العلوم جامعة طنطا دفعة المرحوم الأستاذ الدكتور محمد أحمد حمود الأستاذ بقسم النبات والقائم بأعمال كلية العلوم عميد كلية العلوم ووكيل الكلية الأسبق لشؤون التعليم والطلاب. يسعدني أن أشارككم الفرحة في هذا اليوم المشهود، يوم تخرجكم من كلية العلوم جامعة طنطا بعد رحلة من الجهد والمثابرة. إن كلية علوم طنطا التي أعتز بالانتماء إليها هي من أعرق كليات العلوم بالجامعات المصرية، وبها نخبة من العلماء المتميزين في كافة التخصصات، وخريجيها قد تقلدوا مناصب رفيعة داخل مصر وخارجها. أتمنى لكم أن تحذوا حذوهم عن طريق استكمال مسيرة الدراسات العليا للوصول إلى أعلى المراتب العلمية والوظيفية. كما أن كلية العلوم بها العديد من البرامج الدراسية المتميزة في جميع فروع العلوم الأساسية، مما يؤهل الخريجين للمنافسة في سوق العمل داخل مصر وخارجها. أبنائي وبناتي الخريجين، أناشدكم أن تكونوا جميعا مثلا وقدوة بين خريجي كليات العلوم، وأن تكونوا خير سفراء لكلياتكم التي تفخر بكم، وأنصحكم بالتمسك بالقيم السامية والمبادئ النبيلة والإخلاص في العمل والثقة بالله، وأن تبذلوا الجهد لتحققوا لمصرنا الحبيبة كل ما تنشده من تقدم وازدهار تحت رعاية القيادة الحكيمة للسيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، قائد مسيرة التنمية وراعي نهضة مصر الحديثة. وفي نهاية كلمتي أتقدم بالشكر للجنة التنظيمية برئاسة الأستاذ الدكتور عبد العزيز عبد الدايم وجميع أعضاء إدارة رعاية الطلاب وعلى رأسها الأستاذة مجدة الزيات، ولا يفوتني أن أشكر الأخ العزيز الأستاذ محسن الكيلاني أمين الكلية على ما بذلوه من جهد
لإخراج هذا الحفل بهذه الصورة الرائعة. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سعادة الوكيل الأستاذ الدكتور أحمد عبد العظيم السباعي، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث. والآن مع كلمة وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، معذرة. والآن مع كلمة الأستاذ الدكتور طارق عبد المنعم فايد، عميد الكلية، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، النبي محمد خير من تعلم وعلم. السادة أصحاب المعالي، الأستاذ الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور مدثر طه أبو الخير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الوهاب سالم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الأخ العزيز الأستاذ الدكتور محمد عاطف نوير نقيب العلميين لمنطقة وسط الدلتا، أسرة المرحوم الأستاذ الدكتور محمد أحمد حمود والمكرم باسم دفعة خريجين 2015، الزملاء الأعزاء وكلاء الكلية، رؤساء الأقسام العلمية، أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وطلاب كلية العلوم، السادة أولياء الأمور وزوي الخريجين والخريجات، أبنائنا الأعزاء خريجي وخريجات كلية العلوم دفعة 2015، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في كلية العلوم وفي رحاب جامعة طنطا. وشكرا جزيلا لإدارة جامعة طنطا على رعايتها لحفلنا الكريم، وعلى تشريفهم ومشاركتهم أبنائهم خريجي كلية العلوم فرحتهم بيوم تخرجهم. إنه لشرف عظيم أن أشارككم مناسبة من أجمل المناسبات انتظرتموها منذ 4 سنوات، فأنتم اليوم تتخرجون بعدما أنهيتم دراستكم الجامعية في رحاب كلية العلوم، وبعد أن أديتم واجبكم في التحصيل العلمي النظري والعملي، تتنقلون بين أقسام الكلية، تنهلون من تخصصاتها المختلفة لتصبحوا قادرين على تطبيق ما تعلمتموه من معارف ومهارات وما اكتسبتموه من خبرات، لتقوموا بدوركم في نهضة مصرنا الحبيبة والعمل على رقيها. أبنائي الخريجين والخريجات، قد حملتم أمانة العلم وتحملتم مسؤولية العمل، ويحق لكم أن تفخروا بانتمائكم لهذه الجامعة العريقة وانتسابكم لكلية العلوم، تلكم المنارة التي حققت العديد من الإنجازات على أرض الواقع في المجالات التعليمية والبحثية والخدمية. إننا نسأل المولى عز وجل أن يوفقكم في مستقبل حياتكم العملية لتوظفوا ما تعلمتموه في بناء هذا الوطن، فللوطن حق علينا، فيجب علينا أن نساهم ونعمل على أن نحافظ على أمنه واستقراره، ونعمل جاهدين على استمرار رقيه وتقدمه. فأنتم أيها الخريجون من أهم منجزاتنا، ونعدكم أن تظل كلياتكم كلية العلوم مفتوحة لكم للمساهمة في تنمية مهاراتكم وتطوير قدراتكم. وفي الختام أتمنى لكم كل التوفيق في حياتكم العملية، ولأسركم كل الشكر والتقدير لما بذلوه من جهد ووقت ومال، وأكرر شكرنا وتقديرنا لهم. ولا يفوتني في النهاية إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للسادة أعضاء اللجنة المنظمة، وأسرة إدارة رعاية الشباب بكلية العلوم، والسادة رعاة الحفل، ولكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سعادة العميد الأستاذ الدكتور طارق فايد، عميد الكلية. والآن مع كلمة الأستاذ الدكتور مدثر طه أبو الخير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور عبد العزيز عايز يخليني اتكلم وانا قاعد، فانا بقول يعني اتكلم وانا واقف، في مقام العلم لابد ان اكون واقفا. السيد الاستاذ الفاضل معالي الاستاذ الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس الجامعه، الاخ الفاضل الاستاذ الدكتور معالي الدكتور ابراهيم سالم ابن كليه العلوم البار، و الحقيقه انا مش لاقي وصف اوصف به الدكتور ابراهيم سالم اكتر من انه الرجل الدؤوب الذي يعمل على مصلحه الجامعه كلها بصراحه، مع الدكتور عبد الحكيم الدكتور ومع الساده النواب كلهم، الدكتور ابراهيم بصراحه يعني يقدم للجامعه عطاءات جليله، وباعتباره ابن كليه العلوم البار انا بهنئه وبقدم له التحيه خاصه، وانتم ايضا قدموا له التحيه خاصه. الاخ الفاضل الاستاذ الدكتور طارق فايد عميد الكليه، الاستاذ الدكتور احمد السباعي وكيل الكليه لشؤون الطلاب والتعليم، الاخ الفاضل الدكتور عاطف نوير. وبالمناسبه الدكتور عاطف نوير مش هيعرف انا هقول ده ايه دلوقتي، هو زعلان ان انا ما هنقتوش وانا ما كنتش اعرف، فانا استغليت الظرف ده وباعتباره من كليه علوم طنطا باسمي واسم الجامعه واسمكم جميعا نقدم التهنئه له على انتخابه نقيبا للعلميين، وابقى رديتها عليه هو. الساده الافاضل الاجلاء العلماء اساتذه كليه العلوم، اقدم لكم التهنئه خالصه على تخريجكم دفعه جديده من هذا الجيل العظيم، الجيل الذي ولد او نشأ في بيئة أكسبته خبرات مهمة سوف نستغلها بإذن الله لمصلحة هذا الوطن. السادة أولياء الأمور والأسر المصرية، يا من تكدون ولا تألون جهدا في خدمة أبنائكم لأن تقدموا أجيالا وراء أجيالا لهذا الوطن. أبناء الخريجين من دفعة الدفعة رقم 43، في البداية أهنئكم بهذا التخرج، وفي الحقيقة حضراتكم أنتوا درستوا في فترة عصيبة قادها الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق وزملائه في جامعة طنطا باقتدار، وأنتم كنتم على قدر المسؤولية من أجل هذا الوطن، كلنا يعلم هذه الفترة، ومع هذا لم يستطيع احد ان يستميلكم عن دروسكم، وكنتم عند حسن ظننا وتخرجتم، وان شاء الله سوف يستفيد الوطن باسره من علمكم. ابنائي الخريجين، بالعلم تنهض الامم، بالعلم تنهض الامم، وانا راجل اقتصاد وافهم في اصول الاقتصاد والاداره. الأزمة الاقتصادية التي تمر بها أي دولة أساسها الابتكارات، إذا نضب علماء الدولة عن تقديم مبتكرات فالمنظمين لن يجدوا شيئا ينتجوه، ولن يجدوا طرائق للإنتاج ليقدموا جديد. نحن بانتظاركم، بالعلم تنهض الأمم، والأمة المصرية كلها تنتظر علمكم أو بالأحرى علومكم. شكرا لكم، ربنا يوفقكم وحمى الله مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سيادة النائب. السادة الحضور، نستسمحكم عذرا الهدوء، هدوءا لو تكرمتم. والآن مع كلمة السيد الأستاذ الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس الجامعة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أستاذ الدكتور إبراهيم عبد الوهاب سالم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث،
أستاذ الدكتور مدثر طه أبو الخير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أستاذ الدكتور طارق عبد المنعم فايد عميد الكلية، أستاذ الدكتور أحمد السباعي وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، أستاذ الدكتور محمد عاطف نوير نقيب العلميين لمنطقة وسط الدلتا، زملائي وكلاء الكلية، السادة أعضاء هيئة التدريس، مدرسين المساعدين والمعيدين، السادة الأساتذة العمداء والوكلاء السابقين، ضيوف الحفل الأكارم من أولياء الأمور وذوي الخريجين. سعادة غامرة وشعور طيب أن أتواجد اليوم في هذه المناسبة التي تنظمها كلية العلوم للاحتفال بتخريج دفعة جديدة من هذه الكلية العريقة، دفعة المرحوم الأستاذ الدكتور محمد أحمد حمود، لنؤكد سويا تمسكنا بالأمل والاستمتاع بكل لحظة طيبة ومناسبة سعيدة تعلي من قيم التفوق والاجتهاد لتكون خير زاد لنا في ظل ما يواجهه الوطن من أحداث ودعوات غير بريئة للنيل من استقراره، وعرقلة عجلة التنمية التي يسعى الوطن إليها في اندفاعه نحو المستقبل. فليكن يومنا هذا فرصة للتأكيد على قيمة العلم ودافعا للمزيد من التفوق، ودعوة لرعاية وتنمية روح التميز العلمي بين أبنائنا الخريجين باعتبارهم حجر الزاوية في ضمان تطور وبناء هذا الوطن ودفع سفينته إلى بر الأمان والنماء. أبنائي الخريجين، أنتم عدة مصر في حاضرها ومستقبلها وأساس عملية التنمية التي نسعى لتحقيقها من أجل مدخلاتها وأهدافها. فالأمل أصبح معقودا عليكم في تأدية دوركم المنتظر خلال المرحلتين الحالية والمستقبلية إن شاء الله. اعلموا أن مصر في حاجة لكل فكر مستنير وجهد خلاق لمواجهة المشكلات وتحقيق الطموحات، ولن يكون ذلك إلا بسواعدكم وعلمكم. فواظبوا على طلب العلم والاستزادة منه، واحرصوا على التعليم المستمر، وأرجو ألا تنتهي طموحاتكم الأكاديمية عندما حققتموه من نجاح في مرحلة البكالوريوس. كونوا دائم الصلة بكلياتكم التي تظل دائما فاتحة لكم أبوابها في مرحلة الدراسات العليا المختلفة للاستفادة من إمكانياتها. عليكم أبنائي بحب العطاء والإخلاص في العمل من أجل رفعة هذا الوطن بكل تجرد وأمانة وإنكار للذات. وليكن مثلكم الأعلى في من سبقوكم وحملوا رسالة العلم وأعلوا من شأنها، وامتدادا لأجيال سبقت كانت قادرة على العطاء. السيدات والسادة، إن بناء مجتمع المعرفة الذي يعد اليوم من أولويات العالم المتحضر، والتطور الذي تشهده العالم الآن في العلوم الأساسية، فرض علينا في جامعة طنطا الكثير من التحديات من أجل ضمان إعداد خريج متميز وعلى مستوى عالي من التأهيل العلمي والعملي، قادر على خدمة وطنه ومجتمعه، وأيضا المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي. وفي هذا الإطار أستطيع أن أؤكد أن كلية العلوم بجامعة طنطا كانت وما زالت من الكليات صاحبة السبق في هذا المجال، فأتاحت كافة الإمكانات المادية والعلمية والفنية والبشرية أيضا اللازمة لملاحقة هذا التطور، بل وإحداث نهضة علمية وبحثية ذات قيمة. ومن هذا المنطلق لا يسعني إلا أن أتوجه بكل الشكر والتقدير لكل السادة القائمين على هذا الصرح العلمي المتميز، وعلى رأسهم السيد الأستاذ الدكتور عميد كلية العلوم، وأن ينتقل دائما إن شاء الله من نجاح إلى نجاح. تحياتي وتقديري بلا حدود لأولياء أمور وذوي الخريجين الذين بذلوا كل ما يستطيعون ليقدموا لمصر نماذج بناءة متفتحة، أتمنى لها كل التوفيق والسداد. حفظ الله مصر وشعبها وجيشها، والسلام عليكم. شكرا سعادة الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس الجامعة. السادة